سالي، رح نبدأ أولى محطاتنا لليوم من عالم الفن والدراما وأعمال تلفزيونية ما زالت قيد التحضير. بدأ العمل عليها قبل أشهر وما زالت مستمرة بعد أبصر النور بالماراثون الدرامي، وبعض تم تأجيله والبعض الآخر بمراحل الإعداد الأخير. رح نتعرف على هالمسلسلات مع ضيفنا بالاستديو باسل حاجولي المختص بشأن الإعلام. يسعد صباحك باسل. يسعد صباحكم وصباح كل المتابعين الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك باسل ويسعد صباحك. خلينا بالبداية نتعرف من حضرتك على كواليس بعض الأعمال يلي حضرتك شاركت بالتنسيق الإعلامي فيها، من الرابوس وشوق. يعني خلينا نقول الرابوس بعدين شوق كونه شوق أجداد، خلينا نتعرف عليها. طبعا كانت كواليس يعني ممتعة رغم التعب، دائما هيك أعمال ضخمة. أنا كنت مسلم تنسيق إعلامي للرابوس ومسلسل شوق لهذا الموسم. طبعا كانوا عمليين كتير ضخمين وفيهم كتير شغل، خصوصي مثلا مسلسل الرابوس بيحكي عن الرعب وعن قصص معينة، وشوق بيحكي عن الحرب والحب. فكان عندنا نوع من التعب بالضخ الإخباري بطريقة جديدة للتعاطي مع هي الأعمال. طبعا كنا كتير مبسوطين، كنا بلوكيشن التصوير كنا مثل خلية نحل، فريق عمل تعبنا وقضينا أيام حلوة وذكريات حلوة لبين ما شفنا هي المادة الجميلة على التلفزيون. طبعا يعني رح نذكر مثلا بكواليس تصوير مسلسل شوق كنا عم نصور اكثر من 6 اشهر متواصلين، وكان في عنا ظروف بالبرد والطقس وحالات الطقس، وكان في عنا حالات تفجير وصورنا بمناطق كثير متعدده. يعني بوجه تحيه للفريق اللي عمله شركه ايمار الشام وللمخرج شربرجي على هالابداع اللي طلع. كمان كنا بالرابوس عم نحكي بقصه رعب وقصص اول مره تطرق الى الدراما مع المخرج المبدع استاذ اياد نحاس، كمان بوجه له تحيه. طبعا كنا كثير سعيدين انه انا بالنسبه لي كتنسيق اعلامي كنت بين عملين مختلفين، كنا بين كواليس كمان يعني عندنا مشاهد الرعب وعندنا مشاهد الاكشن والتفجير، فكنا هيك في نوع من بكل عشنا الحالات كلها بكل جوانبها. وكان كتنسيق اشتغلنا على هالمدار الفتره هاي بالتنسيق الاعلامي لحتى العمل يعني اخذ صدى عربي، ان كان الرابوس ولا كان شو، اخذ صدى عربي اعلاميا وانتاجيا. بدي اقول لك انه صدى كان كثير كبير. يعني خليني ارجع بالاول على الرابوس اللي هو عرض قبل رمضان ورجعنا شفنا كمان عرضه برمضان، اخذ صدى كثير كبير خصوصيته كان لهالمسلسل والتنسيق او العمل الاعلامي. وقت انت بتكون عم تغطي هيك مسلسل شو بيختلف عن باقي المسلسلات وكيف على شو اشتغلت يعني؟ طيب بالبداية بدي جاوب انه الرابوس اللي بتميز خصوصيته انه اول فكرة بالدراما العربية انه مندخل شيء قصة بتصير رعب، وبهي الطريقة اللي شفناها مثل ما عرض العمل طريقة مختلفة واول مرة بالدراما، فكنا كتير هيك انه كيف راح يتقبل الجمهور. لحتى بموضوع الاخبار انه كنا عم نشوف في مجموعة كبيرة من النجوم كان بسوريا ولا بلبنان بشخصيات غريبة ببيئة افتراضية غريبة لاول مرة تقدم في دراما، فهي سيف ذو حدين لحتى بالتنسيق الاعلامي او التنسيق بموضوع التسويق. طبعا اعلاميا تعاطينا مع القصه بطريقه مهنيه بطريقه جديده، وزعنا الاخبار بطريقه صرنا نعتمد على نوع من التشويق انه هذا المشاهد، صرنا ننزل مشاهد من تصوير العمل، لقطات من المعارك اللي صارت او من قصص الاكشن اللي كانت موجوده بالعمل كان بالرابوس ولا كمان لاحقا بشو. اعتمدنا بيئه جديده للتنسيق الاعلامي خصوصي بهي الاعمال لانه كانت كثير ضخمه وكثير صعبه، وانت ما فيكي تحرقي العمل. يعني نحن وقت بننزل اخبار او بيجي ضيف اعلامي لعنا لحتى يغطي، يعني احيانا في مشهد معين ممكن او كاركتر معين ما راح نحن نعرضه للصحافه او للقصص عشان لا تسرقي عشان خصوصيه الدور. فهي كنا نلاقي شوي احيانا صعوبه مثلا انه مثلا في صور بتتسرب، في ناس بلوكيشن تصوير بتلاقيهم شغالين الموبايلات، فحاولنا نضبط هي قدر الامكان قدرنا نضبط هي القصه انه من ناحيه التنسيق. شغله ثانيه كان بسؤالك الثاني عم نحكي على اهميه التنسيق الاعلامي بهيك عمل. طبعا الاعلام والفن يعني وجهين لعمله واحده، والسنه كل ما بكون اي عمل عم بتغطى اعلاميا صح فبياخذ مناحي ايجابيه بالتسويق. يعني مثلا مسلسل شو او الرابوس نعرضه قبل الموسم الرمضاني على قنوات مشفره وقنوات عاديه، وبرمضان وهلا بعد رمضان عم بيستمر العرض. هي ناحيه. الناحيه الثانيه نحن بحاجه كثير كدراما سوريه نرجع نشوف شو في مشاكل او في قصص، لانه مثل شفنا هذا الموسم برمضان في كثير اعمال مهمه ما انعرضت يعني. صحيح. فهذا كان في خساره انظلمت، بس في ناحيه ثانيه بتميز فيها هذا الموسم انه ما عدنا نتقيد برمضان، لحتى هلا داخلين بعده اعمال بالتصوير، يعني في تقريبا حوالي 6 7 اعمال ما استنت رمضان، برمضان انطلقنا بمجموعه من الاعمال. تمام. يعني باسل مثل ما حكيت في كثير اعمال انظلمت وما انعرضت، ولكن في مسلسلات ما زال العمل فيها لحد هلا مستمر، خلينا نحكي عنه.
طبعا احنا انا بلشنا شغل برمضان بمسلسل غضبان، هو مسلسل يعني بحكي كوميدي اجتماعي لاول مره، هيك بيجمع بين الكوميديا والمواقف الانسانيه، للمخرج محمد نصر الله وتاليف الكاتب فايز بشير، انتاج شركه المهنه وجمان. طبعا بوجه لهم تحيه لفريق العمل. احنا بلشنا بمنتصف رمضان، وطبعا خصوصيه العمل انه القصه حقيقيه، قصه غضبان هي شخصيه حقيقيه، واللي عم جسدها هو الممثل فهد النجار لاول مره بعد انقطاع، فرجع هذا العمل. عملنا كاركتر معين للشخصيه، عملنا يعني ضخ اخباري مميز. بتعرفي انه عندك اليوم عمل جديد وبرمضان وعم بنعرضوا اعمال، فانت أكيد. عندك كثير قصص لتشتغلي عليها. طبعا العمل بلشنا تصوير وحاليا عم نصور بدمشق، وراح يكون في عنا يوم الثلاثاء مؤتمر صحفي لنجوم العمل، انتم طبعا اكيد مدعوين عليه، لننتقل بعدها لطرطوس نستكمل باقي التصوير. طبعا معنا نجوم يعني بوجه لهم تحيه، استاذ حسام تحسين بيك، جوجوس جباره، معنا بريجيت ياغي من لبنان، معنا عده اريج خضور، انجي مرات، مجموعه تولاي هارون، غاده بشور، مجموعه كبيره من الفنانين الكوميديا. طبعا قدرنا السنة يعني كمان نعتمد قصة جديدة بالتنسيق الإعلامي، وهو صرنا نلبس مباشرة من لوكيشن التصوير، يعني رح نكون موجودين عم نصور، فالناس اللي بتحب تتابعنا صرنا نطلع مباشر على الإنترنت، نحكي معهم نتواصل معهم، يكون في كونكت بين الجمهور والشخص اللي عم بيصور الشخصية لحتى قبل ما ينعرض العمل. طبعا هي الشغلة كتير يعني بتزيد شفنا فيها جزء التفاعل يمكن بين تماما الجمهور تماما ومحبين الممثلين وأيضا المتابعين للدراما، ويمكن بيبدوا آرائهم في شيء ممكن يتعدل أحيانا تماما. عن جد هي حسب نقطة كتير رأيهم. كانت إيجابية، إنه صرنا نشوف إنه الناس عم تشوف الشخصية كيف الملامح، إنه لا يعطوا نصايح لحتى الجمهور ويتابعونا كل يوم، يعني حتى صار تعب إنه اليوم ما طلعتوا مباشر، بدنا نشوف مين في معكم نجوم. فكانت هي النقطة اللي قدرنا هيك ندخلها على الدراما أو على التنسيق الإعلامي، إنه يكون في بس مباشر من اللوكيشن. يعني أول شغلة الجمهور دائما بحب هيك الخصوصيه، يشوف وراء الكواليس. احنا كنا سابقا نشوف مثلا بالتلفزيون اخطاء وعثرات، كنا ننطرها، فاليوم احنا بهي الخدمه اللي عم نبثها عن طريق التواصل المباشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بكون الناس عم بشوفوا المشهد كيف عم بصير، كيف عم بنعاد. صدقيني كثير صار في متابعين وتفاعل بطريقه رهيبه، يعني فكل يوم صار يخبرونا انه بدنا نتواصل، بدنا نعمل، وهي وفرت كثير جهد علينا نحن كاعلام لحتى صار انه الناس تعرف، او كتنسيق اعلام يعرفوا انه اليوم معنا النجوم، الاسماء النجوم، الكواليس وعملية التصوير التسويق كمان تماما يمكن بتساهم. خلينا نحكي شوي باسل، نحن قلنا بشوي انه انظلمت المسلسلات، لكن بعض الاشخاص قالوا بانه المسلسلات يلي ما انعرضت بالعكس هذا الشيء افضل لها، انه الناس بتكون فاضيه وقت بيطلع مسلسل جديد مهم انه تتابعه برواق. يعني شو رايك انت يعني كاعلامي بهذا الموضوع، وعن جد كيف لقيت المسلسلات يلي ما انعرضت، كيف لقيت هلا بدايه عرضها صراحة بالنسبه للاشخاص؟ في وجهتين نظر، يعني الموسم الرمضاني كان زخم وفي كثير اعمال، ودائما اي عمل بنعرض برمضان فمباشره لو شفتيه برمضان او حضرتيه رح تحضريه بعد رمضان، يعني رح تحضريه مرتين. طبعا انا برايي انه اذا كان في عمل كثير مهم وفيه كثير شغل برمضان احيانا بضيع المشاهد، يعني بتعرفي اجواء رمضان وطقوس رمضانيه وفي التزامات وواجبات وفي كثير اعمال، يعني انه واحد بشوف اربع خمس مسلسلات فبكون شويه تركيز. يعني هلا عم بشوف انه في اعمال عرضت بعد رمضان، في كنت مقاطع مثلا ما كنت شايفها برمضان او ما كنت مركز عليها كمتابعه. فانا برايي الاعمال هلا اكيد الموسم الرمضاني هو تارجت لاي شركه انتاج طبعا ولاي ممثل انه ينعرض له اعمال برمضان، بس السنه بتوقع القاعده هي انكسرت، يعني نحن في كثير اعمال مهمه ما انعرضت، نحن بنتمنى يا رب نعرض، لانه بالاخير الدراما صناعه، وانا بحب اوجه رساله يعني انه نكون احنا ايد وحده كمنتجين كفريق عمل لصناعه الدراما، لنكون عندنا قوه في تسويق الاعمال. يعني نحن اليوم الدراما السوريه الدراما مطلوبه عربيا، بس نحن لازم نكون يعني نلعب بطريقه ذكيه نتمنى كيف نقدر نسوق اعمالنا. تماما هي الفكره ان شاء الله يا رب. مثل ما حكيت باسل، يعني الدراما هي الدراما السوريه معروفه انه دراما من انجح الدرامات ومن من المتابعه، ولكن بهالسنه كان في حرب طاحنه على الدراما السوريه، نتمنى انه نرجع مثل اول واحسن يا رب. خلينا نحكي عن دورك انت كباسل بالتنسيق الاعلامي، انت تعمل كمنسق اعلامي، ولكن لك شيء ثاني بمؤسسه اسمها لاجلك سوريا. خلينا نتعرف نطلع من المود شوي عن التنسيق ونحكي عن المؤسسه واهدافها. طبعا بدي وجه التحيه لمؤسسه لاجلك سوريا، نحن مؤسسه تنمويه تعنى بالانسان السوري واعاده بنائه. لاجلك سوريا هي انطلقت الفكره، بوجه التحيه للدكتور ماجد الكبير، رئيس
مهندس الأمناء ولكل فريق العمل بأجل سوريا. إحنا عم نشتغل على شقين، هو الشق الإنساني وبناء الإنسان، نفس وقت التعليم الذكي الافتراضي، التعليم عن بعد. فالمؤسسة تعنى بعدة أمور تنموية، يعني أطلقنا مشروع سواعد بحلب لإعادة تأهيل أخوتنا المهجرين ودخولهم في سوق العمالة. بدمشق أطلقنا هيئة دعم للمرأة، طبعا هي هيئة صدرت عن المؤسسة لدعم المرأة وإقامة عدة مشاريع، وكانت موجودة معنا كمان ست سوزان نجم الدين بالتكريم، ومعنا كان ملك جمال آسيا، وعندنا لجنة كاملة لهي القصة. طبعا كمان عم نطلق بلجنة إعلامية، فعم نعمل مجموعة من الهيئات واللجان لنقدر نبلش بإعادة الأعمار. بتعرفي يعني الحرب نحن تجاوزنا هي القصة، وإعادة الأعمار بتبلش من الإنسان من فينا. فنحن أكيد حبينا نكون بهي المؤسسة نودي رسائل ونكون فريق واحد لنساعد على تطوير والارتقاء بالإنسان السوري أولا، ثانيا لحتى كمان يكون في ثقافة جديدة هي ثقافة التعليم. طبعا مؤسسة الأجيال السورية فيها عدة فروع، فيها مؤسسة سوا للخدمات، في عنا قلت لك هيئة دعم المرأة، في عنا الهيئة الإعلامية. فنحن حاليا عم نشتغل على كل بند بخطواته، وحاليا كمان في إعداد يعني إعداد مشروع للتنمية الإدارية كمان، بده يكون بطريقة كتير مختلفة. وعم نحضر لمجموعة من الدورات وورشات العمل الدولية رح تنطلق إن شاء الله بشهر إن 8 شاء الله. بخمسة 8 على شو بشيراتون. بتركز هي الورشات والدورات؟ الورشات رح تكون ورشة في التجارة الدولية، ورشة في العلاقات الدولية والدبلوماسية. نحن عملنا دورة سابقة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية، فشفنا في كتير إقبال لهي الورشة. طبعا عم نستقطب ناس من يعني من السفراء والوزراء والعاملين بالسلك الدبلوماسي ليكونوا محاضرين، حتى إن كان بالتجارة الدولية أو كان بالعلاقات الدولية والدبلوماسية. حاليا نحن بخمسة ثمانية رح ينطلق سلسلة ورشات عمل على الصعيد الدولي، اللي هي بتهدف نقل الخبرات أها بين الشخص اللي حابب يقوي خبرته وبين الشخص اللي كان هيك عنده طموح معين. ومع هدول الأشخاص عم نعمل ورشات عمل كثير مهمة، وهي لأول مرة عم تكون بسوريا بهي الطريقة. كثير نحن متفائلين بالمؤسسة إنه الناس عم تحب التعلم عن بعد، التعلم الذكي، وقت بكون في محاضرين مثلا محاضرين من غير دول أو سفراء أو وزراء عم بتناقشوا مع ناس تعنى بشأن الدبلوماسي، فحكون في كثير طاقة في إيجابية بالعمل. اهتمام بهذا في الموضوع، يعني اهتمام من الشباب بالفترة الأخيرة كتير تمام، عم حتى نشوف. طلاب الجامعات، يعني تماما احنا كان في هن شريحة صغار. معينة في طلاب جامعات يعني باختصاص مثلا الحقوق او علاقات بلشوا ينضموا لهي الورشات العمل. طبعا كمان رح يكون في عندنا مؤتمر صحفي توضيحي ب 25/7 لهي الورش الدولية عم تقوم بسوريا لأول مرة، ونحن بنفتخر انه يكون في عندنا هيك ورش وهيك تعاون بين عدة دول عربية. كمان رح تكونوا انتم معنا الإخبارية إن شاء دائما الله، مواكبيننا بهي القصص. أكيد إن شاء الله يا رب. يعني بالختام بدنا نعرف شو الجديد، شو اللي مخبينه جديد، مع إنه أنتم دائما بتحطوا العالم بالصورة، بس تمام أكيد في شيء جديد مخبينه بعالم الفن، وشو عم تساهموا بإعداد شو هلأ حاليا؟ طبعا بس قبل ما نختم بدي اذكر نحن من فتره كرمنا المدام سوزان نجم الدين، وكانت معنا عضو بمجلس اداره الاجنبي سوريا عن دورها عماله، وكانت معنا كمان ملكه جمال اسيا انجي مراد، بوجه لهم التحيه. نحن عم نحاول أكيد نستقطب شخصيات فنيه معنا بشان يعنى بالمراه. بالنسبه لجديدنا على الصعيد الفني في مشروع عم حضره، ما رح تحكي رح احكي مع يزن انزور مثل ما عرفت عن بدي وجه المشروع، تحية تحكي لنا للمخرج عنه. يزن تمام، نجدة المخرج انزور. يزن انزور. طبعا هو صديقي، وبعد عدة نجاحات بعالم السينما قعدنا هيك اجتمعنا قررنا نعمل شيء خاص بدعم المواهب الشابة. حلو. ففي فكرة رح نطلق مجموعة من الأفكار، إنه هي مسابقة كان موضوع الإخراج أو التمثيل نعم. أو الكتابة. هي المسابقة رح نعمل اعلان عنها، وراح يكون في لها شروط معينه ومنتسبين من الشباب، وراح ندعم الشباب اللي راح يكونوا معنا بهي المسابقه اللي عندهم عن جد موهبه حقيقيه بدون اي واسطه وبعيدا عن فكره جديده مختلفه من نوعها. يعني هذا رح الشيء اللي نطبق بدهم اياه الشباب تماما، اكيد. لانه الشباب دائما حابين ندعمهم، وهلا وقت الشباب بالموضوع الفني. يعني في كثير كوادر وفي كثير قصص، يعني نحن باي عمل عم بصير عم نشوف طاقات شابه جديده طالعه. فنحن ارتقينا انه نعمل شيء بخص الشباب وخصوصي الاخراج، يعني نحن كسينما بحاجه نعم. ندعم السينما السوريه، يعني بحاجه يكون في عندنا طاقات شابه لتدعم هي القصه. حاليا هنا احنا بالتنسيق بالخطوط الخطوات النهائيه لهذا الموضوع وهذا المشروع. طبعا راح يكون على بكذا محافظه، مو بس بدمشق، بعده محافظات، وراح يكون في تعاون مع التلفزيون السوري لنقل هي المسابقه ولتكون موجوده. وانا كثير بيسعدني انه يكون في شيء لندعم فيه الشباب السوري، لانه بالاخير دائما بتحسي انه وقت عم تقدمي شيء لبلدك هذا الشيء بيعنينا كثير كلنا. طبعا كمان عم بحضر لتنظيم المعارض والمؤتمرات،
مؤخرا كنا عم ننظم لكثير نجوم عرب عم بيجوا لسوريا، كان استاذ معين شريف وكان عده ايمن زبيب وكان سوريين، لحتى عم ننظم لهم مؤتمرات صحفيه ليلتقوا مع الاعلام السوري، وهذا بعتبره دليل قوه انه نحن اليوم اعلامنا عم بيرجع. بتعرفي نحن الاعلام السوري اول ما بلشنا يعني كان تلفزيون سوري كانوا يجوا لعنا مشان بس يطلعوا، كان اسماء كبيره مثل فيروز المرحومه صباح، فكنا هيك منبر مهم كثير، وهلا عم نرجع ونثبت للعالم انه سوريا هي مهد الحضارات وباب الفن الواسع، فاي دائماً حدا بده يدخل للفن فبده يدخل من سوريا. نعم. وأكد هذا الشيء. وبالاخير انا بدي اشكركم لانه انتم عم تسلطوا الضوء على الاخبار الفنيه وبرنامجكم كان كثير متابع، وبشكر الاخباريه السوريه على استضافتها. نحن بنشكرك باسل وبنشكر وجودك معنا اليوم ونتمنى لك كل التوفيق يعني بكل شيء عم تقوم فيه. شكرا كثير لك. اكيد بدنا نتشكر وجودك معنا باسل، ان شاء الله يا رب بتحققوا اهدافكم بتحققوا احلامكم. انتم كشباب طبعا الامل هو الشباب وفيكم اكيد رح تكبر سوريا. شكرا كثير لحضورك. شكرا كثير لك باسل.